سلام اني يوتيوبر جوينت كلاب. ما عنديش بزاف ديال الوقت حيت دابا شويه قاري وخصني نمشي للفايكه. شكون انا؟ سميتي ايا، عندي 19 عام، يلا درتها في شهر تسعود. نهار احتفلت بعيد ميلادي جا الزلزال. انا ربعة تسعود ولكن ما احتفلت به حتى 8 تسعود، هو يجي الزلزال. كيفاش حتى فكرت ندير يوتيوب؟ حيت انا شويه كنبوستي في تيك توك وما كتكفينيش ديك 10 دقائق، وحيت الكونتون اللي انا باغي ندير ما كتشوفوش بزاف، داكشي علاش قررت اني نديرو. وكانت شي بنت اخرى اللي كدير هذا الكونتون اللي انا ناويه ندير، كنت كنتفرج فيها وكنحماق على فيديوهاتها. وهذا الكونتون يكون غير ديال البنات، سيلف كير، سكين كير، ميك اب، توتوريالز. انا نقدر نبقى ندوي على هادشي ديال البنات بالسوايع وبالايام وعمرني نعيا. صافي بقات لي الوقت بزاف، دابا خصني غير نجمع ساكي. و باي ذا واي ام تيكين يو اون ا ديت، ولكن مور على فاك باش نبصر على بعضياتنا البنات. وبلوز باودر وكان صافي قرادي الماء. باي ذا واي نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش في الشو، كنت كنعرف على راسي انا مزابيه دكليه، مزابيه تزايدي سفسد حجاج اللي كنت كتعرفوه مزاب، وكبرت تما ولكن بابا دكالي، يعني دكالية مزابية. خاصني نعاود نصايب القصة ديالي فين ما كنقطعها كندم، حيت ما كنعرفش نصايبها مزيان ولا هي ما كتبغيش تصايب. خاصني ندي معايا سام سناكس حيت قارية من جوج لخمسة ويجيني الجوع، ما خصنيش ننسى قرعة الماء والفيتامين ديالي حيت حتى كنسخف. اند ذاتس ات، ودابا غنمشي واقيلا ما نسيت حتى حاجة. السيرو ديال الدار مزوينوش لايتين هنا. المهم كنقرا انجليز ستاديز ان كيس يو دونت. واخيرا برد، رجعت للدار باش نتغدى ونعود نقاد شعري والميك اب ديالي باش نمشيو في الديت اللي انا عارضه عليكم فيه باش نزعموا على بعضياتنا. نتفرجوا في الفيلم ديال شاروخان قال سميتو جوان. شحال دم تفرجت في الهنود مؤخرا، كنتفرج غير في التواركة بلية بيهم. انا باش نمشي للسينما وبوحدي وكنصور من الفوق شي حاجه عقلي اصلا ما كيتخيلهاش، بقى غير نطبقها عادي. I'm fighting my social anxiety. الدنيا هانية، ولكن قبل أندوز الواي كيك. دابا نمشي نشد التاكسي، فيا الخلعة و excited في نفس الوقت. وصلت بقى عندي بزاف ديال الوقت، كنحس بلي كلشي كيشوف فيا واخا راه عادي حتى حد مكيشوف فيا. هي كاين السينما وهنا كاين الواي كيك. أنا حشمانة بحال ماعرفت شنو كندير. هاي يمكن تشاهدوا شحال كيعجبوني، 219 درهم. هادو هاي كنت لبس وقلا على جوج وجوه، زوين. هاي دين انا مكرهتش نبقى غير هنا فهادشي ديال الساطان والبيجامات الكيوت فحال هكا.
حمقون خصوصا في الكحل. 326 درهم اللي كان توبهم زوين راه وافت. وهادو كنحس باقي ما دخلتش الجو ديالو ولكن زوينين ونقدر فاش يبدا البرد مزيان نجي ناخذ شي واحد. كلهم ما فيتش الثمن ديالهم 200 درهم. الله الله. بدا يدوزت في حياتي. الفيلم كان زوين بزاف. انت كتفرجي فيه وعن بالك راكي فاهمه، حتى في نص الفيلم كتجي شي لقطه تدوخ لك راسك وتبين لك راكي ما فاهمه حتى حاجه. الا بغيتي تستمتع بفيلم هندي خاصك دير راسك راك كتيق داك الشيء. فاش كنت كنتفرج في البدايه ديال هذا الفيديو لقيت باللي الصوت كان كيتسمع ديال برا حيت كنت حاطه التليفون في الشرجم. ام سوري. والله البداية اول فيديو من بعد نتعلم. هوبفولي يدوز كلشي مزيان ويكونوا فيديوهات زوينين ونبقى نبوستي ديما، حيت انا دابا كنتخيل راسي كنبوستي في يوتيوب كتجيني شي حاجه غريبه. ولكن نولف شنو غيكون في الكونتوني ديالي. اي حاجه عندها علاقه بسيلف ديفلوبمنت. ايوا مشيت معايا لافاك وخرجنا في ديت اللي تعرفنا على بعضياتنا. تصرت عليكم شويه وتصرتوا عليا. شنو الحاجات اللي تقدروا تكونوا باقي ما عرفتوهمش عليا؟ كنقرا الدراسات الانجليزيه، ساكنه ود ماي بيست فريند بعيد على دارنا، عند ماما وبابا غير انا صافي. وقيلا غير هادشي هو اللي مشي للسينما بوحدي، ماشي غير شي حاجه جات هكاك. انا من شحال دابا غنديرها حيت انا عندي سوشيال انكزايتي وما جاتش نبقى ندوي على سيلف ديفلوبمنت ونبقى ننصح البنات وانا عندي شي حاجه ما قادرش نحيدها. That's why I'm fighting my social anxiety. نمشي للسينما ونصور ونخرج ونمشي بوحدي من الحاجات اللي الناس اللي عندهم social anxiety تبان لهم شي حاجه صعيبه، وانا الحمد لله I did it وما كانش شي حاجه صعيبه كاع. وحتى نبدا يوتيوب ونبدا نبوستي لا في يوتيوب لا في تيك توك لا في انستغرام شي حاجات اللي كيخرب الناس اللي عندهم social anxiety، ولكن I'm doing it و I'm proud of myself. حيت كون قبل 3 سنين جا شي حد وقال لي ايا راكي غتسكني في مدينه بوحدك وغتكوني كتقراي داكشي اللي كيعجبك وغتكوني كديري يوتيوب وكتقدري تدوي في لي ريزو سوسيو بحال هكا، نقول لك واو هادشي واعر ولكن انا معمرني نقدر نديرو. باي ديت. هاي اجين، انا جيتكم من المستقبل. فاش كنت كنديتي في الفيديو اللي شفتوه دابا لقيت راسي ما درتش الاوترو، قلت له باي باي لا تصبحوا على خير لا حتى حاجه، اتوقفت الهضره ونسيت ما وريتكم شنو خديت. ودابا منها حج وحجة هكا كنت كايلة حج وحجة حج وحجاية. مهم نوريكم اللي خديت في داك النهار. كنت كنقلب عليهم في هاد الشكل بالضبط، غنشوف الا لقيت شي تصويرة كيفاش كيبانو في اللبس غنخليها لكم هنايا. كيجيو واسعين من الفوق، واسعين ديال بصح، ما كانش كيعجبك السروال يكون واسع بلا ما تاكلي. والكواليتي على حسابي حيت ثوبهم زوين وديال البرد. كان داير 249 درهم وهذا اكس ال. في نفس النهار كنت خديت جل نتوايون ديال سيغاف هذا بالضبط حيت هو اللي كيجي ليا مع لابو ديالي، راه ميمكنش شحال كيخليها رطيبه. هذا ديال 473 ميلتر كان داير 150 درهم والصغير داير 120. ما بيناتهم شي فرق كبير في الثمن ولكن الفرق في الحجم بزاف. هذا كيدي لك بزاف. خديت سبادوي ولكن جاتني حشومه نهز شي حاجه ديال الرجلين ولا نوريها لكم. ما عرفتش حشمت وجهكم ماشي ديال هادشي. واليوم انا لكم شفتي هادي عجباني بزاف. كنت غادا على اساس ناخذ واحد شكل اخر ولكن هادو عجبوني. خلي ديالها نورمالمون 349 درهم ولكن برومو 299 درهم. هادي سايز ام، كنت قيست الاس كان جاتني حتى هي ولكن تفكرت هضره ماما وديال خاصني نكبر فيها. قال لي راسي راه البرد جاي ما تجيش قدي صافي ناخذ الام. اكثر حاجه متحمسه لها لا فرحه يا دبي انا عايشه حتى
كيطلعوا لي بزاف ديال الناس كيشكروها، ما لقيت حتى شي وحده كتقول راها خيبه. شوف شحال زوينه. انا صحتي طياره ديال لطاف. بسم الله بسم الله، ندخلي ليا بالخير والصحه والسلام واي حاجه زوينه في الدنيا. الكلمات مشاو ليا. تصدي حشمتي كتبقى فحال هكا حسب لي زعما كتصدق كثر. ودابا ضغط سير ديال البسطه، خاصني دابا نسالي الفيديو واخا ما سخيتش. اجي ندوي انا، عجبني هذا الشيء بزاف، حسيت براسي فحال عندي شي حد كندوي معاه وكنوريه الحاجات وكندوز الوقت مع شي حد. انا راه واقع داني فرحه وكنقول علاش انا ما درتش هذا الشيء شحال هذا، وباغي غير امتى نبوستي هذا الفيديو بكثره ما عجبني وبكثره داك الحب اللي كنحس من جهه هذا الفيديو، خصوصا انه اول فيديو. كنقول انبوستين واخا نبقى نشوفو غير انا، المهم يبقى عندي فشي بلاصه نبقى نشوفو فيها. ان شاء الله جايين بزاف ديال الفيديوهات اللي يكونوا زوينين، والله يدومها محببيناتنا. كنحس بحال شي حد جديد دخل لحياتي، وبالضبط بزاف ديال البنات دخلوا لحياتي نبقى ندوي معاهم ونوريهم ها انا شنو فين مشيت وها انا شنو درت وها انا شنو شريت وها هي كيفاش كدير وهالماسك اللي درت. غير كنتخيل هادشي كنحس بالفراشات في قلبي. وصافي، تصبحوا على خير. باي باي.